السلام عليكم، أنا سامي الأصيل. اليوم درسنا عن الـ appearance أو الـ seams أو skin أو سميه اللي بدك إياه، هو تغيير شكل الفورم، الشكل غير الشكل الافتراضي. أنا راح أحط هلا button، يعني شوية أزرار. خلينا نحط edit كمان. الشكل الطبيعي للتطبيقات، طبعا هذا الدرس هو للفي سي ال حصرا وليس للفاير مانكي، يعني حصرا في سي ال، وهذا تطبيق في سي ال، راح نعمل دروس عن الفاير مانكي. بكل الاحوال شكل الفورم العادي الطبيعي اللي هو لازم يكون موافق للويندوز، يعني عادة لما تشغل برنامج بتشغله على سيستم ويندوز 7 بتاخده 10 للويندوز 10، ففي اختلافات رح تصير طبعا لانه الابلكيشن بياخد الشكل الديفولت. في الفي سي ال هون في الدلفي عندك امكانيه تغير الشكل. هلا انا عندي ويندوز 10 فهذا الشكل هون. الميزه اللي موجوده في الدلفي انه اذا رحت للبروجكت اوبشن في عندك شيء اسمه ابيرنس، هدول هي نفسها application appearance. في عندك نماذج جاهزة موجودة، يعني مثلا هذا النموذج نعمل preview نشوفه، هذا شكله، فتختاره تحت. في عندك الديفولت هو الأساسي اللي راح يفتح. طبعا برمجيا أنت ممكن تعمل برنامجك يختار أكثر من، يعني تحط أكثر من نموذج أو أكثر من خلينا نقول appearance، فممكن يكون بتاخد 2 3 4 بتحدد هن الموديلات اللي انت بدك اياهم، والديفولت الافتراضي ممكن انك تختاره من هون. طبعا بالكود انت ممكن تخلي المستخدم يختار واحد منهم دائما، يعني يختار هذا او هذا او هذا، ما بيهم. يعني نشوف الثاني الفرق عن بعضه، فلا هذا ازرق او هيك شيء. كل الاحوال الديفولت ما راح نحكي اليوم، درسنا برمجي، راح ممكن يكون موضوع تغيير الشكل برمجيا في الجزء الاخير من الدرس. ما بعرف اذا كان هذا الدرس راح يكفي او ممكن يكون 2 3، ما بعرف. يعني راح احكي عن كل شيء متعلق بموضوع تغيير الشكل في الفي سي ال فقط، وبعد راح نعمل شيء عن الفاير مانكي. خلينا ناخذ هذا الديفولت نقول له اوكي. في الديزاين تايم ما راح تشوف فيه تاثير، لكن اذا شغلت البرنامج راح تشوف التغيير راح يصير. هذا هو الابلكيشن صار، يعني هذا الابلكيشن تبعي. نرجع للبروجكت اوبشنز ابيرنس. انا دمجت حطيت 3 هون، نشوف هذا مثلا، هذا شكله شوي مختلف، ازرار وزرق وهيك. طبعا العمليه اللي انك تختار نموذج جاهز، فكل اللي مطلوب منك انك تختار واحدة من هدول، تنتين من هدول اللي هو واحدة، وما عليه غير الديفولت تحدده. الويندوز يعني الوضع الطبيعي الثاني، طبعا الخيارات الثانية هو حسب ما انت تختار. يعني اذا اخذت مثلا كربون فراح تشوفه ضمن هون القائمة كربون، حتى تختاره هو الديفولت. فهذا كل المطلوب منك تختار وحده منهم، لا تختار اكثر من وحده اذا كنت ما راح تعمل شيء برمجي جوا بحيث انه يكون التطبيق ياخذ اكثر من شكل. فانت اختار وحده بس فقط واختار الموديل مثلا الكربون، تعمل بروفيو، هذا هو النموذج. طبعا دول نماذج جاهزه، راح نشوف في الدروس القادمه شلون ممكن انك تعمل نموذج خاص فيك انت. نشغل التطبيق ونشوف، هذا هو التطبيق. طبعا هذا الشكل ما راح يختلف من نظام تشغيل لنظام تشغيل، ما راح يختلف، هذا هو الشكل اللي راح يكون. النماذج الجاهزة في شيء خاص بالنسبة للويندوز 10، في العشرة في النموذج اللي هو اسمه بلو اللي هو هذا شكله. في عندك دارك، هذا هو شكله، يعني في بالنسبة للعشرة. برجع بقول ان هذول ال VCL ما هو الفاير مانكي. طبعا هي هي الطريقة انك تختار اكثر من نموذج، او تختار عفوا تختار نموذج او تختار شكل تطبيقك. هاي خلصنا منها. قبل ما نحكي انت شلون ممكن انك تعمل تطبيق او تعمل شكل خاص في تطبيقك، فلازم بالاول تعرف هو شلون عم تشتغل. الفكره ببساطه انه انت في عندك برنامج تاني، طبعا برنامج هو مستقل عن الديلفي لكن موجود ضمن التولز ممكن انك تطلبه. هذا البرنامج ما له علاقه في الديلفي، هو مستقل تماما، هو مستقل معزول تماما، يعني بس مجرد انك بتشغله انت من التولز. هو هذا هو البرنامج، انا راح اكبره شوي. هذا هو البرنامج.
هذا اسمه بيت ماب ستايل ديزاينر، هذا حتى تصمم النموذج تبعك، النموذج الجديد اللي رح تعمله او الشكل الجديد اللي رح تعمله. طبعا هو بيفتح ديفولت اخذ نموذج جديد، لكن راح نشوف شلون ممكن انه انا اعدل النموذج مبدئيا ونشوف شلون عم بشتغل بالاول. يعني في عندي ايمجز، وهي اهم شيء هون موجوده اسمها ايمجز، انا افتحها، في عندي ايمج هو ستايل، نكبس عليها. هي الصوره اللي هي عم ياخذ منها الاشكال، يعني عمليا شكل الزرار وشكل الايديت وشكل المنيو وشكل النافذه هو مرسوم بيت ماب، عبارة عن رسمة، يعني ما هو أكثر من هيك. وهي رسمة، وهي نافذة، وهي أي رسمة، هي الصورة اللي بياخذ منها التفاصيل. هو شو عم بياخذهم؟ راح نركز على البطن لأنه يعني هو أسهل شيء حتى ينفهم. في عندي شيء اسمه أوبجكتس، واللي هن الأشكال الموجودة عندي، عندي فورمز، عندي بطنز، عندي تشيك بوكس، راديو باب، عندي كل الأشكال أو كل الكومبوننت اللي ممكن، الأساسيات اللي ممكن إنه هو يعتمد عليها. فإذا رحنا للبطن، البطن في عنده ثلاث أشياء. البطن هو في عندي فيس، واللي هو الشكل الزر كله بشكل عام. في عندي التكست على البطن على الزر، وفي عندي اللي هو الكوماند لينك جراف، أنا مسمينه هيك بهذا الشكل ما بعرف ليش. هو الزر الأيقونة اللي بتنحط على الزر. في عندي زر هون صغير اسمه هذا، ممكن بيعمل بريفيو او ممكن انك تعمل تيست تشوف النموذج. حاليا النموذج اللي عم نشتغل عليه هو هذا، هذا هو النموذج، هي النافذة، هذا هو الشكل، هذا هو اللي الديفولت اللي فتح. فهذا شكل هذا الزر، هذا الشكل الزر اللي هو الفيس. في عندي تيكست عليه، وفي عندي اللي هو اسمه كوماند لينك جراف، واللي هو هي الصورة الصغيرة، واللي هي هي. يعني عمليا الزر هو عبارة عن ثلاث شغلات، ما هو شغلة واحدة، الفيس والتكست وجراف. يعني البطن هو ما هو مجرد بطن وخلص انتهى. ناخذ فكرة تانية عن التشيك بوكس. التشيك بوكس هو فيه له، هذا هو التشيك بوكس، في له الان تشيك، رسمة الان تشيك، رسمة التشيك، وفي عندي رسمة الميكس اللي هي بتكون يعني لا هي تشيك ولا هي، لأنه هو التشيك بوكس له ثلاث حالات، يعني كليك تشيك وان تشيك وميكس والتكست. نعمل تيست ونشوف. هذا التشيك ان تشيك، وهذا الميكس اللي بيكون هو لا هيك ولا هيك. يعني عمليا التشيك بوكس هو عبارة عن صورة صورة للان تشيك، صورة للتشيك، صورة للميكس والتكست. نفس الموضوع كل القصص هنا ممكن انك تشوفهم، كل الادوات، الجريد مثلا، الايديت، الايديت هي عبارة عن تكست وبتن في زر، لانه بعض الايديت ممكن انك تعمل يكون في لزر. خلينا نشوف هون ايديت اذا في عندهم ايديت لزر. في شيء بالنموذج ايديت لزر حاليا ما لي شايف، لكن ممكن يكون مثلا زر على جنب هون، شيء بيشبه الكومبو بوكس. هذا الزر اللي هون. في عندي سلكشن واللي هو التحديد، وفي عندي فريم اللي هو الاطار اللي له خط. الاطار هو الاطار هو هذا اللي على الداير، يعني الارضيه والصوره هي الاطار تبع الايديت، والتكست والبطن اللي موجود هذا الفريم، والفريم بداخله في بيت ماب واللي هو الصوره اللي بتكون داخل الايديت، واللي هي المساحه البيضاء، المساحة البيضاء اللي جوات الايديت. يعني عمليا كل كومبوننت موجود هو عبارة عن اجزاء. الصورة تبعته، الرسمة تبعته هي عبارة عن اجزاء، وكل جزء من هالاجزاء هدول له بروبرتي، فنحن ممكن انه نلعب فيها، وحتى ممكن انك تغير مو بس الرسمة تبعته، ممكن تغير حتى شكله وتوضعه. يعني مثلا بدي هذا دائما يكون على اليمين ما يكون على اليسار، في له بروبرتي ممكن نترتبه. نبدأ بالبطن اول شيء، هو راح نشتغل على البطن لانه هو حاليا اسهل شيء، ويعني تقريبا البروبرتي تبعته معروفه. طبعا البروبرتي ما كلها جربتها، لكن يعني فيك انك تجربهم، لانه انا ما اضطريت انه اعدل كل شيء في كل التصاميم
او اعدل كل التفاصيل، لانه اغلبيتها بتكون ما في داعي انه انا اغيرها، خاصة في موضوع المتعلق بالتصرف. يعني الطب الابليكيشن هي على اليمين على اليسار، ما بيهمني انا كتير، ما في داعي اغيره. يعني هي اهم شيء بالنسبة ل شلون بيشتغل التصميم تبع البطن. قلنا بنرجع بناخد هاي الرسمة. أعتقد صارت الأمور واضحة. بالنسبة للبطن نجي للفيس. الفيس اللي هو الشكل الزر تماما، اللي هو هذا الشكل اللي عم نشوفه هون، هذا هو الشكل اللي عم نشوفه. البطن في له البيت ماب، هي الصورة اللي راح ياخد منها الأساسية. يعني وقت بيكون البطن، وقت بيفتح وفي عندي بطن، فالصورة اللي راح يحطها، يعني وقت ما بيكون شغلت التطبيق وفتحت الفورم وفي عندي بطن، هاي الصورة اللي بتكون الماوس لا هي فوقه ولا زر مكبوس ولا مضغوط ولا شيء أبدا، في عندي بطن موجود، ففي الصورة الديفولت الأساسية. الصورة الديفولت الأساسية هي البيت ماب. بعد في عندي شيء اسمه البيت ماب ديسيبل، يعني في حال كان الزر ديسيبل او ديسيبل معمول، فالصورة اللي راح ياخدها منين، اذا كان في عنده فوكس فالصورة شو هي الصورة اللي حطها، اذا كان هات واللي هي الماوس اوفر، يعني اذا كانت الماوس فوق الزر، يلي هي بتجي الماوس فوق الزر، شوف شو بصير الزر ازرق، فهي الصورة تبعته. في حال صار بريست اللي هو الضغط، يعني اذا صار في ضغط عليه يعني يطلع هذا، اذا كبست فالصورة راح تتغير. فعمليا الزر هو عبارة عن بيت ماب، 1 2 3 4 5، عبارة عن البطن هو عبارة عن 5 صور بيغيرهم في الفيس تبع البطن. فنروح للبطن ونشوف، او البيت ماب اللي هو الوضع الافتراضي الوضع الافتراضي للزر الديفولت تبعه، نعمل ضغطة فهو راح يفتح لي شيء اسمه بيت ماب بروبرتي، وراح يجيب لي الصورة الكبيرة، الصورة الكبيرة اللي هي اسمها ستايل. طبعا الصورة الكبيرة هي اللي هي هي الايمجز، الصور اللي راح نستعملها لتصميم النموذج او تصميم الشكل التطبيق. فهي هي الصورة اسمها ستايل بي ان جي. طبعا بي ان جي ما هي جيف، لانه يعني ما هي جي بي جي، ولا يعني هي بي ان جي لانه في عندي شفافية، لانه في شفافيات. يعني مثلا لما يكون عندي الزر مدور فلازم يكون شفاف عند الزوايا، فما بحسن انا بستعمل، ما بحسن بستعمل جي بي جي، لازم يكون بي ان جي. نرجع للبطن ونروح للفيس ونقول له اعطيني الوضع الطبيعي للزر، الوضع الافتراضي للزر، فهو راح يستعمل الستايل بي ان جي، ولاحظ انه انا في عندي خط بهذا الشكل وفي عندي خط من هون. لاحظ الخط المنقط، اخذ هذه الزاوية وفي عندي خط تاني هون عامل زاوية، فهي المساحة اللي بيناتهم هي الوضع الافتراضي. يعني عمليا انا قصيت من الصورة، وقلت له خد من الصورة الكبيرة اللي ستايل بي ان جي، خد منها هذا الجزء، هو هذا هو الجزء الوضع الافتراضي للبطن في حال يعني ما كان كليك ولا كان اوفر ولا كان شيء. نشوف الديسيبل شوي، نغير الديسيبلد، هي الديسيبلد، هذا هو الزر الديسيبلد فضي، وفعلا هذا هو اللي عم يصير اذا كان زر فضي ديسيبلد. لاحظ في عندك موضوعات التشيك بوكس كمان، الفوكس، لاحظ هذا هو الفوكس. نشوف التشيك بوكس شوي، التشيك بوكس كمان في حال الان تشيك في له بيت ماب، واللي هو هاي، لاحظ هذا الوضع الافتراضي. الان تشيكت في عنده ان تشيك ديسيبلد، ان تشيك بتكون ان تشيك مع ديسيبلد، عندي ان تشيك مع فوكس، عندي ان تشيك مع هات والماوس اوفر، يعني مثلا فرجينا هاي واللي هي هاي، يعني قربت الماوس فوق التشيك بوكس بتصير سرعه. في عندي ان تشيك مع بريس، يعني كانت هي ما لا تشيك وانا عملت بريس. في عندي تشيكت كمان نفس الموضوع، فلذلك في عندي هنيك 1 2 3 4 5، الان تشيك 5، التشيك 5، الميكس كمان في عندي 1 2 3 4 5، فلازم يكون في عندي بحدود ال 15 تشيك بوكس.
في لحظة عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي بيناتهم مشتركات. يعني مثلا ال يعني مثلا ال disable هي نفس، أو مثلا الوضع الافتراضي هي نفس uncheck، يعني الوضع الافتراضي تبع check box هو نفسه ال uncheck مثلا العادي، هيك شيء يعني. فممكن نفس الرسمة تستعملها لأكثر من مكان بنفس الوقت، ما في مشكلة يعني. نرجع للبطن ونشوف القصة مرة تانية. يعني هو بيخدمنا. نشوف غير شيء، مثلا نروح نشوف الإديت التكست، البطن تبع التكست. في عندي السلكشن، في عندي الفريم، البيت ماب تبع الفريم. ما في حالة تانية للإديت إنه غير البيت ماب. نشوف وينها، هاي هي. ممكن إذا كبرنا أكثر نشوفها، هاي هي الإديت. يعني عمليا هذه هي البي ان جي. انا اذا رسمت اي شيء هون فيفترض انه تطلع في كل شيء إديت، لانه هو راح ياخذ هاي الصورة من هون ويروح يستعملها مشان يعمل إديت. هاي هي الفكرة من موضوع التصميم. في ميزات شوي صغيرة، مثلا انه الصورة اللي حطها هون هي ستريتش ولا تايل، البوردر قياس البوردر، يعني في قصص اللون إذا ما كان في صورة يعني. إذا في عندي تكست، فمواصفات التكست اللي راح يطلع ضمن الإيديت. يعني أنا ممكن أكون عندي الرسمة لونها غامق، مثلا هو أسود، الإيديت بدي إياه يكون لونه غامق، فالتكست لازم يكون لونه كاشف. فممكن إنه أنا أغير بمواصفات التكست بالنسبة لمكانه، بالنسبة للونه، بالنسبة ل يعني مثلا لون التكست هو مأخوذ الويندو تكست اللي هي الديفولت تبع الويندوز، لكن أنا ممكن أحط اللون اللي بدي إياه، فبيكون أنا غيرت المواصفات. طبعا برجع بقول انه انا ما بعرف كل المواصفات، لانه ما لزمتني كلها يعني. فانت لحالك ممكن انك تتسلى فيهم وتشوفهم وتجرب. هذا بشكل عام شلون ممكن انك تغير، او شلون موضوع شلون التصميم بيكون عم يشتغل ضمن التطبيقات. اللي بيبقى عليك بس انك تعمل سيف از وتحفظ تحفظ التصميم. طبعا التصميم هلا انا بالنسبه للديلفي عندي ديلفي طوكيو، فهي موجوده ضمن اليوزرز بابليك دوكيمنت امبراكاديرو ستوديو، وبعدين في عندي 19 واللي عندي ستايلز. بالنسبه للفي سي ال حصرا فهو ما بياخذ التصميم الا من هذا المجلد، فانت لازم تحط التصميم بعد ما تعمل التصميم تعمل سيف از وتحفظه هون. راح نشوف بعدين شلون بيكون، لكن عمليا هلا بهم تعرف انه هن موجودين ضمن هذا المجلد، ما هن برا ولا هن بغير مكان ولا هن حتى موجودين مع التطبيق تبعك، فهن موجودين هون. اذا ما حطيتهم هون الديلفي ما بيشوفهم. فهذول هن التصاميم الموجوده. في عندك مثلا كنا عم نشتغل على كربون، او هاي هو كربون، هو في اس اف. الشيء الثاني لازم تعرفه انه الفي سي ال، تصاميم الفي سي ال ما بتشتغل على الفاير مونكي، فهي مختلفه تماما تماما. هذول طبعا الويندوز. هذا بشكل عام بالنسبة لأنه شلون عم يشتغل. طبعا إذا عملت له سيف أز ورحت للديلفي، إذا رحت للديلفي قلت له بروجكت أوبشنز، فأنت راح تشوف التصميم تبعك لازم يطلع ضمن هاي المجموعة. ناخذ بقى هلا المرحلة الثانية، واللي هي إنه أنت شلون ممكن إنك تعدل أو تعمل تصميمك الخاص أنت. في الحالة العادية هلا تطبيقنا نحن عم يستعمل هو الديفولت تبع الويندوز، ديفولت ويندوز. راح نسوي انه راح نروح للبيت ماب ستايل ديزاينر، وراح اعتمد اولا انه اخذ تصميم جديد. في عندي نيو في سي ال، مودرن في سي ال. النيو في سي ال واللي هو هذول طبعا نيو، انا بعمل نيو جديد اللي هو نيو في سي ال. هذا الشكل الفي سي ال الديفولت. هلا هو فتح الديفولت افتراضي، خلينا نشوفه. عم بيقول انه هذا النيو في سي ال، التصميم الجديد للفي سي ال. ممكن انك تشوفه من هون. هذا هو. لنفرض انه انا ما عجبني حبيت انه اغير عليه، او ممكن اخذ النموذج الثاني مودرن بي سي ال. طبعا هي عمليه التصميم لانك تعمل تصميم لبرنامج عمليا هي بتاخذ وقت صراحه، يعني هي بتاخذ وقت وشغل منيح في الجرافيك، يعني في التصميم واختياره وتقطيعه وهذا، فبتاخذ وقت طويل.
فيفترض أنك دائما تبدأ من شيء جاهز، يعني تأخذ النموذج الأقرب للشكل اللي عندك. يعني مثلا هذا تبع الويندوز اللي هو اسمه نيو في سي ال ستايل، يعني مثلا هدول الخطوط أنا ما حبيتهم، عراض كتير الزر يعني. فأنت خود الدارك، هذا هو الدارك، معتمد على اللون الأزرق والأسود. نشوف النافذة، ممكن نشوف اللي هو في عندك شيء اسمه ويندو ستايلز، نيو ويندو ستايل. وهدول بالنسبة للي أول ثلاثة في سي ال، واللي ما مكتوب في سي ال هو كلهم فاير مونكي، راح نحكي عليهم في دروس تانية. بهمني بس أول ثلاثة إنك تاخذهم. راح آخذ أنا نيو مودرن وأعتمد عليه. خلينا نشوف، هذا هو الشكل، هذا هو الشكل اللي راح أشتغل عليه. او ممكن تعمل شيء تاني، انك تروح تعمل اوبن وتختار من النماذج اللي عندك النموذج الاقرب اللي انت بتريده. راح اخذ انا ويندوز 10 واقول اوبن، فهو فتح لي العشرة او عمل تيست. فهذا هو، ممكن ناخذ واحد نعتمد عليه. فانا راح اخذ هذا الويندو 10، خلينا نتاكد ان احنا اخذنا انه معناه 10 10 بلو دارك، هذا هو. خلينا ناخذ نشتغل عليه. طبعا اول شغله اذا عملت اوبن، تاكد انه انت عم تشتغل على الديفولت اللي بتشتغل على ملف موجود، هو الويندوز عم يستعمله بشكل عادي. وخاصه اذا اخذت الويندوز 10، فهو يعني في حال اذا لزمك تطبيق عادي وانت عدلت على هذا وخزنته، فراح تكون في مشكله. فاول شغله لازم تعملها، اول شغله لازم تعملها بعد ما تعمل اوبن، او اذا قلت له نيو مودرن في سي ال ما بيأثر، اول شغله بتعملها بتروح على شيء اسمه النيم بالبروبرتي، هذا لازم تغيره. فراح نسميه هلا هون سامر نيو ستايل، او لا خلينا نسميه ايزي ديلفي ستايل، هذا الاسم. لا تنسى هذا النيم هون في الديلفي هو اللي بيطلع في الليست، يعني الليست اللي موجودة هون هي ما هي أسماء ملفات، ولو تطابقت مع أسماء ملفات هي ما هي أسماء ملفات، هي أسماء هي الاسم النيم تبع الستايل، وهو هذا اللي عم يطلع. فأنا سميته هلا ايزي ديلفي ستايل، ايزي ديلفي لأنه في جروب ايزي ديلفي وال يعني بشكل عام. نروح نشوف بقى شو بدنا نسوي. هي غيرنا الاسم. الشغله الثانيه لازم تعمل سيف اس حتى تضمن انه انت ما بتشتغل بملف اساسا موجود اساسا في ستايل اساسي وانت لعبت فيه، لانه اذا لعبت فيه بهالحاله هي تطبيقاتك راح تغير شكلها وما تحسن ترجعها، وتصير بدك تنسخ الملف من شي حدا. فاللي راح نسويه راح نروح لمجلد ستايلز اللي هو انه باليوزر بابليك دوكيومنت بركادير وكذا ستايلز، ما تخزنه بغير محل، وراح نعطيه اسم راح نسميه ايزي ديلفي. انا راح اسميه بنفس الاسم ايزي ديلفي ستايل، ما في مشكله اسم الملف سميه اللي بدك اياه، لكن اللي راح يظهر في الاوبشنز ابييرنس واللي هو راح يظهر البروبرتي نيم، يعني هذا اللي انت عم تشوفه. فحاليا انا الفايل اللي عم بشتغل عليه هو هذا النظامي، الايمج اللي راح يستعمله هو هي الايمج اللي عم يستعمله. اللي رح نعمله انه رح نعمل تصميم جديد للزر البتن. الزر انا هذا ما عجبني، نحن قلنا في ان البتن في عندي خمس اشكال له. بالنسبة للبتن شوف هون البتن في له تنتين عم يستعملوا، التكست هو ما حطه لكن اذا حطيت التكست ممكن. نروح للفيس، عندي button disable enable hot، يعني واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة. بالنسبة للتصميم البيت ماب الموجود في عندي واحدة تنتين ثلاثة أربعة، فالخامسة واللي هي لازم تكون إنه هذا الوضع الافتراضي في حالة disable، في حالة الفوكس، في حالة الهوت، وفي حالة البريس، هو مستعمل واحدة منه مستعملة مرتين. ما في مشكلة، ما بهم، أنا بهمني يكون في عندي خمسة أو أربعة، ما في مشكلة، يعني أنا بالنهاية رح أغيرهم أنا مثل ما بدي. حاليا الزر شكله لونه فضي، هذا هو الزر هون لونه فضي،
انا راح اعمل تصميم جديد. عادة انا بشتغل على برنامج اسمه جيم، او بشتغل على برنامج اسمه الانكسكيب، ما في مشكلة. يعني انت اختار الابليكيشن اللي بتريده للتصميم، بتريد فوتوشوب، بتريد اي شيء، المهم يطلع عندك فايل بي ان جي. راح نعتمد بطن لونه، خلينا نقول برتقاني من هذا اللون. ما بدي اطار. الوضع الافتراضي للبطن بدي اياه يكون بهذا الشكل. بريد يكون عندي حواف مدورة مثلا بهذا الشكل. راح اكتب تكست انا في عليه مثلا ستارت مثلا بطن، بس هيك حتى نستأنس انه هو الزر شلون راح يكون شكله اذا صار في عليك. هذا الوضع الطبيعي. راح نعمل نسخة عنه ونسمي هذا الزر، لانه لازمني فوكس وهيك. كم نموذج انا لازمني؟ لازمني 1 2 3 4 او 5. الديسيبل او الانيبل 1. الديسيبل هلا هو هذا اللي بدي اياه، هذا الوضع الافتراضي. هذا الديسيبل، في حال الديسيبل انا بريده يكون لونه مثلا هيك. هذا في حال الديسيبل، او ممكن يكون فضي بهذا الشكل. يعني هذا العادي، هذا الديسيبل. رح يلزمني كمان هو الفوكس. الفوكس يعني الموسع، الفوكس. فخلينا نلونه نفس اللون هذاك ونعطيه إطار مثلا. هذا فوكس. ولازمني واحد تاني واللي هو الماوس اوفر، يعني بحرك الماوس عليه، فما بدي اطار له. لكن لما بقرب الماوس عليه بيصير لونه خلي يصير لونه مختلف احمر مثلا. وفي حال اللي عملت عليه بريس، او كان في حالة بريس وفي حالة النقرة الضغطة، فراح يكون بهذا الشكل. إذا هو مضغوط فراح يكون لونه غامق بهذا الشكل. طبعا ما بيهم انه هن 5 ولا 4، ما بيهم، يعني المهم انه يكونوا موجودين. الزرار طبعا الكتابة ما بتلزمني ابدا. اللي راح اسويه راح اخذ هالصور، خلينا نعمل لها شوية ارضية تحتها. طبعا هاي الارضية ما في داعي لها، هي ما في داعي لها لسبب، لكن انا راح اعمل سلكت، فلازمني مساحة على الداير فاضية فقط لا غير، يعني بس حتى اعمل مساحة فاضية ما في مشكلة. يعني انت بالنسبة لك اذا عملت صفحة بالفوتوشوب وحطيتهم بوسطة ما في مشكلة، لكن لاني انا عم اشتغل على برنامج بيشبه الكوريدرو او الستريتر، فما بدي يعطيني اياها على الحرف تمام. فاعمل اكسبورت ل بي ان جي. طبعا العملية هون بتختلف من برنامج لبرنامج لجهاز لجهاز، عفوا برنامج لبرنامج، واللي عم اشتغل عليه انا عم اشتغل عليه. في الستايلز، هذا هو الستايلز. ممكن انك تعمل مجلد هون، ممكن تحطه في اي مكان ما في مشكلة. الصورة باي مكان حطها كمان ما في مشكلة، يعني انت حر اللي بدك اياه تسويه. لكن انا راح اعمل مجلد هون، ممكن احطه في الماي دوكيمنت ما في مشكلة، يعني انت حر وين بدك تحطه، مالك مجبر حاليا انك تحط التصميم، تحط الرسمة هاي في اي مكان ما في مشكلة، يعني حاليا ما في مشكلة. لكن انا هون راح احط مجرد هيك، يعني تريد حطها على صفحة المكتب حطها في اي مكان. نعمل اكسبورت. خلصنا من تصميم زرارنا نحن، وخلصنا من كل الاساس تبعتنا. نروح لهون. هلا الصور الموجودة في التصميم طبعا اللي هو في الايزي ستايل، في ديلفي ستايل، الايمج المستخدمة هي هاي. ممكن انا اعمل ايمج واضيف عليهم ايمج جديدة، انه انا راح استعمل ايمج تانية غير الايمج اللي انت عم تستعملها، يعني تنتين. يعني بيعطيني الرسمة الأساسية اللي اخترتها، وبقول لي إنه هي مع الماسك، يعني الماسك هو المساحة البيضاء على الداير، يعني هي راح تكون شفافة.
ممكن انك تختار الماسك بغير شيء يعني، ممكن يكون انت تصميم تبعك يكون حاطط لون تاني يعني، شغال على ارضية خضراء زرقاء اللي هو، فممكن انك تختار الماسك وتقول له الماسك تبعي هو هذا اللون او هذا اللون او هذا اللون. شوف الماسك لما اخترت البرتقاني صار هو الشفاف ولا هذا، لا انا بدي الماسك تبعي بدي اياه غير هيك. رح نعمل كنسل نرجع للوقت حتى نضمن انه كل شيء وضعه طبيعي. اوكي، هذا هي الصورة اللي راح استعملها انا حتى اشتغل عليها الازرار. نروح للايمج ونروح للبطن ونبدأ نشتغل في الفيس، نقول له البيت ماب تبعتي هي اللي راح اشتغل عليها. طبعا لاحظ انه هون صار في عندي ستايل بي ان جي اللي هو عم اشتغل عليها والاضافية اللي انا ضفتها. طبعا رسمتي كتير كبيرة مقارنة مع رسمته، لكن حتى نحسن نشتغل عليها شوي. اللي راح نسويه بزر اليسار، شوف زر اليسار بيعطيك هالزاوية، زر اليمين بيعطيك هالزاوية، فيسار ويمين يعني زرين بدك تشتغل عليهم. خلينا نكمل شوي متين، نقول له بدي هالمساحة هاي. طبعا انسى هذا اللون اللي هون طالع لانه هو لون شفاف يعني راح يكون، فنقول له هذا هو الزر تبعي، وباعتبار هذا اللون شفاف فراح يطلع مدور الزوايا منه. لو ابلاي هذا هو معقولة هيك بالعكس الصورة، لانه اللي عمله انه هو عمل ستريتش للصورة، فلاحظ لما بيعمل ستريتش للصورة شو ناقصين. انا رسمتها كتير كبيرة فهي مشكلة، فاللي راح اسويه انه ارجع مرة تانية للرسمة تبعتي اصغره لانه انا عملتها كتير كبيرة. الاكسبورت مرة تانية، نروح لهون، نروح للصورة اللي هون نقول له ابديت. انا راح اعمل ابديت للصورة هون. تمام، صارت صغيرة يعني. في مشاكل احيانا الواحد ما بيتوقعها يعني، هي واحدة منهم هي يعني الصورة تبعتي كبيرة كتير فممكن انه تعمل مشكلة في التصميم. نعم ممكن تعمل مشكلة، هلا لازم ارجع اعيدها مرة تانية اختار البيت ماب مرة تانية هذا لانه القياس اختلف، فالتصميم مساحة ومكانه اختلف. فهذا هو البطن، ممتاز. الديسيبلد نرجع نقول له الديسيبلد، اذا كان الزر واقف ما هو شغال فاستعمل هالرسمة بين الزر اليمين والزر اليمين، هاي زر اليسار هاي زر اليمين، هاي اللي بدي اياه يستعمل. هلا ممكن اتاكد ان الامور عجب سليمة تمام. لاحظ انه انا صار عندي البطن لونه برتقاني، اذا كان هو ديسيبلد لونه فضي وزراره احراف مدورة تمام مثل ما انا متوقع يكون الوضع. هل ديسيبلد انيبلد نفس التصميم تبعي، تصميمي له زوايا مدورة لانه انا اتقسطت من زوايا مدورة حتى افرقه عن الرسمة الاساسية تبعت الستايل. فهي ديسيبلد صح، انيبلد الديفولت صح، وديسيبلد صح. المرحلة الثانية هو الفوكس، إذا كان هو زر نعمل له فوكس فإن هذا راح أشتغل عليه أنا الفوكس. أبلاي، ممكن كمان نرجع نتأكد الزر الفوكس واللي هو الزر اللي واقف أنا عنده، لاحظ إنه هذا الفوكس صار له إطار بينهم كنت واقف هون، لاحظ إنه سهل الأمور ماشية سليم. هلا ناخذ الهات اللي هو في الحالة اللي الماوس أوفر، راح نغير اللون نعمله هذا اللون. ممكن تستعمل نفس المكان مكان تاني بس انت تستعمل الصورة او هاي يعني حسب ما انت تشوف حاجة التصميم تبعك والرسمة تبعتك. وهذا بالنسبة للأخيرة واللي هو البريست في حال الكبسة. نعمل تجربة ونشوف انه تصميمنا صار الازرار صارت سليمة، هذا هو الزر وقفت فوقه صار لونه زهري، كبست عليه صار فوكس. وتكون بريست فيه مشكلة زين. ما عندنا له ابلاي، لازم اقول ابلاي. بريست تمام، ماوس اوفر بريس فوكس
صار تمام. هلا هذا احنا غيرنا الفيس تبع البطن، فباعتبار انه عم نشتغل على الملف الخاص تبعنا، فممكن اقول له سيف او بدل او سيف از اللي هو، بس مهم انك تحطه ضمن الستايلز، لازم يكون ضمن الستايلز هون. ستايلز هون لازم يكون ايزي دلفي ستايلز. اوكي نروح للاوبجكت، نتاكد عن الاسم ايزي ستايل، نسكر، نروح للتطبيق تبعنا ونروح على البروجكت، نقول له اوبشنز ونشوف اللي عندي هون موجود. لازم الاقي ايزي ستايل، هذا هو ايزي ستايل، راح اختاره اللي الديفولت تبعي ايزي ستايل. اوكي شغل التطبيق، وهذا التطبيق الجديد مع الستايل الجديد اللي حطيناه بالنسبه للازرار. في ملاحظات ثانيه صغيره ممكن انك تستفيد منها، واللي هي مثلا مثلا اذا رحنا للبتنز، مثلا عفوا احنا لازم نعمل اوبن ونروح للفايل تبعنا. مثلا هذا البتن ممكن انك تعمل شيء مثلا تروح للبتنز بتقول انا ضمن الفيس بدي اضيف دائما صوره. في عندي هون شيء اد تكست ستايل، في عندي Add button object، عندي فون bitmap object، active object، active bitmap. فممكن اضيف انا image على الزر، يعني صار في الface في image. هل image ممكن اقول له bitmap تبعتها بدي اياها تكون منين، راح اخذها ممكن من هون ممكن من هون. مثلا شو رايكم نعمل تصميم ثاني؟ مثلا انا كل زر بيطلع عندي لازم يكون فيه ايمج، وهالايمج هاي هي، خلينا ناخذ هيك مثلا او خلينا نروح لهون، نروح نعمل شغله تانية. الزر بيطلع عندي بدي اياه يطلع عليه هيك مثلا هذا التصميم، احط له مساحة تحته، هذا هو. احذره كتير لانه ما بدي يسبب لي مشاكل. نعمل له اكسبورت، خزنه وين بدك ما في مشكله، يعني انت حر خزنه هون. نروح للرسام طبعا، هو هذا البرنامج العظيم تبع البيت ماب اللي هو، ونروح نضيف الايمج ايمجز، نضيفه هون مع الموجود. هاد الايمج الجديده هي هاي. اوكي هي بديها. نروح للبيت ماب فوق التصميم هذا نفسه، والأرضية والوردة الحمراء اللي حطيناها، هل بالصورة هاي اللي هون الصغيرة البيت ماب تبعها بدي اياها تاخذ من هاي، خلينا نقول هالمنطقة هاي هيك بالضبط هيك. لا هي هون ما وسعت، نروح للبروبرتي بنقول له يعمل يعمل ستريتش. مشكلة أنا بدي حافظهم كلهم يعني بوردر، لا تكست 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 لايك ستايل ستايل، هاي هي ستريتش. ونقول له إنه بدي إياها دائما دائما ليفت الاين، دائما بدي إياها ليفت، لا دائما رايت، خلينا دائما رايت. رجعنا شو بصير، هاي كل الأزرار صار لها رسمة عليها إضافية، يعني أوكي، يعني ولو كان تصميم سيء بس يعني ماشي حالها. يعني هي صنعت فكرة، الفكرة إنه أنت حتى البطن نفسه ممكن إنك تركب عليه تكست، وتركب عليه صور، وتركب عليه شغلات تانية إضافية، يعني ممكن إنك تطبق عليه شيء. نعمل سيف
واللي هو موجود في الستايل اكيد. نروح لبرنامجنا نحن الدلفي، نشغل نشوف، باعتبار هو بياخد نفس الستايل. شوف ما اخده لازم هذا السبب اللي خلاني بالاول اقول لك انه هذا البرنامج اللي هو البيت ماب ستايل ديزاين اللي هو تصمم فيه التصميم، هو برنامج مستقل تماما. وانت لما تروح للابلكيشن بتقول له اوبشنز فاخترت التصميم، فهو صار اوتوماتيك مدمج في التطبيق تبعك. فلما بتروح بتعدله هو ما بيرجع بيشغله مره ثانيه، يعني ما بيرجع بيدمجه، ما بيحتاج انه يرجع. يا اما انك تروح لهون وتقول له انه انا بدي اعمل، تختار غير شيء وترجع مره ثانيه، تختار تقول له اوكي وترجع تختار مره ثانيه، ترجع تختار نفس التصميم، او انك ترجع تعمل له ريبيلد للابلكيشن بيصير عندك. فهذا هو، هذا هو موضوع تغيير الجرافيك والرسم في تطبيقات ال VCL فقط بشكل عام، بدون الدخول بالتفاصيل الشديدة حتى تاخذ فكرة بس حتى هو شلون بيشتغل، شلون بيتم تطبيقه، وشلون يعني. هذا هو الغاية من الدرس. انا بيني بينكم صراحة انا ما حبيت هاي. ديليت، سيف، سكر، روح لهون بروجكت اوبشن حتى يرجع يعمل ريلود، لا لا يرجع يعمل دمج مع ريلود. اوكي شغل. هذا هو، هذا هو مختصر الموضوع. هذه هي الفكره اللي بدور حواليها موضوع تصميم الجرافيك تبع التصميم الستايل تبع الاوفيس. ف العمليه شوي طويله، يعني لما كنت عم تشتغل في تصميم بدك تعمل تصميم العملية طويله، لكن هذا كل شيء يعني. بهذا مو كل شيء، هو المختصر تبع الفكرة بشكل عام. اللي باقي عليك بس انك تعمل تصميم اللي بدك اياه ترسمه، يعني اذا كنت بتحسن بالفوتوشوب او اي برنامج تاني، وانك تشوف البروبرتي وتأثيراتها على الشغل بشكل عام. ممكن انه تجرب تشوف مباشرة ايش ممكن يكون فيه تأثيرات، ايش ممكن يكون فيه شيء، وتتفرج عليهم. يعني انا صعب اشرحهم كلهم، ما اعتقد انك بحاجة كل شيء في نفس الوقت بدفعة واحدة، لكن ممكن انك تتفرج عليهم حتى تفهم بالضبط هو شلون يشتغل، مثلا سكرول بار ولا فريم. مثلا سبين بطن، شكله الهيدر، الجريد، الديب جريد هو عبارة عن أسهم، سهم صغير، الإشارات، الجريد نفسه، التصميم تبعه ممكن هناك. يعني تفرج عليهم بيختلفوا طبعا، الداخل هذول هنا بيختلفوا من واحدة لواحدة. يعني مثلا هلا إذا أنا لو أعطيني الإيزي ديلفي اللي كنا عم نشتغل عليه اللي هو كان معتمد على ويندوز ستايل، فهو أكيد مختلف جوا لأنه نشوف عددهم أكثر. الجريد هو معتمد هاي الجريد فقط، واللي هي البيت ماب تبعته واللي هي السيل الحقل، هذا الحقل هو معتمد على هذا الحقل. يعني ممكن انك تتفرج عليهم. هذا هو بشكل عام كل الموضوع بما يخص هذول. بالاضافة قبل ما ننسى، بالاضافة الفونتس، الخطوط اللي هو بيستعملها ضمن تطبيقك وهي شلون راح تظهر على التصاميم. يعني مثلا في حالة البطن هو هذا شكله راح يكون، اذا انا عجبني اللون هون عجبني ما عجبني، فهذا الفونت هون لازم اغيره، راح نغيره نحطه ابيض. اوكي، لانه الاسود او الاسود سيء. نرجع للتطبيق تبعنا نشوفه في الارض الواقع. في ارض الواقع الكتابة لونها سوداء مزعجة في حال كان البطن غامق اللون، فهذا التصميم راح يكون بهذا الشكل. إذا قلنا له سيف، نروح للتطبيق تبعنا والأوبشن، نغير ونرجع. هي موضوع تغيير ونرجع إجباري لأنه ما عم يعمل لي إمبيدد بالأبلكيشن تبعك. شغل، لازم يطلع معي الفونت أبيض.
بالنسبة لكل الحالات الموجودة عندك، لكل الأوبجكت اللي عندك، الفونت كيف راح يطلع عندك في الأبليكيشن، هذول من كل الحالات. فممكن إنك تعمل تشيك تشوف الوضع سيء اللي ما هو واضح، مثلا هذا ما هو واضح أبدا، فممكن تاخذ لون أكشف مثلا، أو تاخذ لون أغمق، أو تاخذ إيميليز أكثر مثلا. فهي الفونت. بالنسبة للكلرز، هذول إن الألوان الأساسية اللي عم يشتغل عليها. يعني مثلا الويندو هذا هو لون الويندو، لو طلع لون الويندو هذا هو الفوكس افكت مثلا، هذا بيكون ازرق التاثير تبعه، فممكن انك تلعب فيه. السيستم كلر هذول الالوان الاساسيه اللي هو بياخذها من النظام التشغيلي. لناخذ مثلا الويندو تكست او الويندو فريم ويندو، هذا هو لون الويندو. فلما يكون السيستم عم يطلب، لما بيكون برنامجك عم يقول اعطيني سي ويندو او سي ويندو او لون الويندو الديفولت تبع الويندوز، فهو راح يجي ابيض. طبعا هون هن مطابقينهم تمام. المهم هذا هو بشكل عام كل الموضوع. هو ما هو معقد يعني، ممكن شوي يلبك موضوع الكتابات والبروبرتي والرسم، ممكن يكون شوي متعب يعني. ما هو معقد، بسيط، ممكن انك تجربه. مشكلته الوحيدة انه هو بيحتاج وقت، يعني لو تعمل تصميمك تعمل التصميم يحتاج وقت. أسرع طريقة لأنك تعمل تصميم هي إنك تاخد نفس هي، يعني هاي الصورة هي نفسها عملها إكسبورت، بيطلع عندك ملف هو بي إن جي، خزن الملف هذا بأي مكان، فبالنهاية أنت راح تحصل على الصورة ملف بي إن جي. خذها لأي برنامج رسم معدلة، يعني هي صورة دي خذها الفوتوشوب، عدل محل الأزرار، عدل هيك شيء، وتعال لعند هون وعمل لها أبديت. يعني هي أسرع طريقة ممكن إنك تختصر عليك موضوع. احنا صممنا الزر من البداية، لكن انت ممكن تروح لتاخذ هاي نفس الصورة تماما. يعني مثلا نفتح هذا الجيب، اسمه هذا برنامج رسم اسمه جيب، ممكن تروح للستايلز تاخذ الصورة. طبعا تكون عملت الاكسبورت، هاي هي الصورة. فانت تروح مثلا هذول هن الزرار بتعرفهم، منين بدك تعرف انه هن زرار؟ بتروح مثلا لهون للبتن وبتقول انا البتن تبعي منين عم ياخذ الرسمه، او مثلا بدي اغير الايديت، فبنروح للايديت بنشوف الايديت منين عم ياخذ الرسمه تبعته. الجرافيك تبعته عم ياخذها من هذه الصوره. عم ياخذ هو هالقطعه هي البيضاء مثلا، والفريم عم ياخذه منين عم ياخذ الفريم. يعني هو عم ياخذ الاطار كله، هاد كل الاطار، لكن البطن عم ياخذه من البطن، هو عم ياخذ الجزء الصغير. على كل حال الفريم اللي بيتم تبعته انت، هذا اللي بيهمك، يهمك تعرف وينها واللي هي هون، هي اللي عم ياخذها. فانت بس روح لاي برنامج رسم، عمل لها اكسبورت الصوره، روح لاي برنامج رسم وروح لنفس المنطقة اللي هي هون، هو بياخد هاي. فانت ارسم بهاي، يعني ارسم اللي تشوفه مناسب، يعني ارسم، خزن الصورة وروح لهذا البرنامج وقول له عند الايمجز اعمل له ابديت واختار الصورة اللي تحددها. فهي اسرع طريقة لانك ترجع تشتغل فيهم. في هون شوية شغلات ممكن لأنه الخلفية شفافة فهنا من ظاهرين، ممكن إذا فرجت لك إياها في برنامج الرسم، لأنه الأرضية شفافة ففي كتير ما هو ظاهر. شفتم؟ يعني في كتير شغل في هذول. هي انا كنت راح اعمل تجربه اللي تم جربه. بالمختصر هي هي كل بعضها، كل القصه وكل ما فيها بالنسبه لتغيير شكل الستايل لاي تطبيق بدون استخدام اي كومبوننت خاص او اي شيء. طبعا في موجود بالسوق لتسهيل الامور، ممكن انك تستعمله، لكن شخصيا انا ما كتير بحبها. يعني برامج اللي هنا اللي بيغيروا في الجرافيك ما كتير انا بحبها، لانه بفضل انه المستخدم يشتغل على الوضع الطبيعي للقطعه الطبيعيه. لكن احيانا قد تحتاج شيء، وهذا هو كل شيء. وبذكر انه هذا الدرس هو عن البي سي ال حصرا وليس عن الفا.
خيرك ويعطيك العافية.